السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حديث المساء. التقى رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إثر زيارة يقوم بها الرئيس هادي لتركيا في إطار جهود دبلوماسية الرامية لحشد الدعم الدولي لتنفيذ القرار الأممي 2216 واستعادة الشرعية وإيقاف جرائم الانقلاب وتداعياته على الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي والاجتماعي لليمن. بينما تأتي الزيارة في ظل مناخ إقليمي يأخذ طابع التوتر بلغ ذروته مع الاندفاع الروسي الداعم لإيران في سوريا والعراق وأخيرا في اليمن، مع تبني الروس لجلسة مجلس الأمن التي انعقدت أمس الثلاثاء لمحاولة الالتفاف على القرار 2216 بما يتيح توسع النفوذ الإيراني والذي يشكل تهديدا مشتركا لليمن وتركيا والخليج. نتوقف مع أهداف وأبعاد ونتائج زيارة الرئيس هادي لتركيا تزامنا مع انتهاء جلسة مجلس الأمن بخصوص اليمن. إذا مشاهدينا، قبل أن نبدأ الحديث في هذا الموضوع إليكم هذا التقرير، ابقوا معنا. يقود الرئيس عبد الرب منصور هادي جهودا دبلوماسية نشطة ومكثفة للحصول على مزيد من المساندة الدولية للشرعية، فبعد لقائه يوم الأحد في الرياض بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن توجه في زيارة إلى تركيا، التقى خلالها بالرئيس التركي أردوغان، وهي الزيارة الأولى من نوعها، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لحشد الموقف الدولي باتجاه تسريع تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 القاضي باستعادة الدولة وتمكين السلطة الشرعية وإنهاء حالة الانقلاب ومنع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الميليشيات الانقلابية، علاوة على مطالبة إيران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن والتي تنطلق منها لتنفيذ سياساتها العدائية ضد السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. الرئيس هادي وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي ثمن مواقف تركيا الداعمة لليمن ومساندتها للشرعية في مواجهة الانقلابيين المدعومين من إيران، الذي أشار الرئيس إلى استمرار خطرها على اليمن والمنطقة، لافتا إلى محورية الدور التركي وفاعليته في مواجهة التحديات والأخطار التي تواجه المنطقة العربية والإقليم. زيارة الرئيس هادي لتركيا تكسب أهميتها من المتغيرات الحاصلة في خارطة التحالفات الإقليمية ومن الدور الذي يمكن أن تشكله اليمن لحلف العرب مع تركيا على صعيد لمواجهة التحدي الإيراني المتصاعد، ومن كون الزيارة تأتي في ظل اتجاه دول الخليج مع تركيا نحو التقارب على إثر التحديات المشتركة التي تواجه الخليج وتركيا، فضلا عن تزايد حدة الاندفاع الروسي لإنقاذ إيران ولتشكيل تهديدا مشتركا لتركيا والخليج في سوريا. وتطور هذا الاندفاع ليصل سياسيا إلى اليمن عبر محاولة ابتزاز السعودية بتبني دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع في اليمن والتي انعقدت يوم أمس، إلا أن محللون ذهبوا للقول بأن روسيا تريد مساومة السعودية بالملف اليمني لإيقاف تحركاتها الأخيرة في سوريا، لا سيما بعد تشاور السعودية وتركيا في إعلان اعتزامهما في إمكانية المشاركة في عملية عسكرية مشتركة في سوريا. وتعكس زيارة الرئيس هادي لتركيا أهمية موقع اليمن في خارطة الصراع القائم مع إيران وروسيا من ناحية، وتفسر الاهتمام التركي بالملف اليمني وتأييدها لمواقف التحالف العربي ضد الانقلابيين وتأكيد وقوفها والتزامها في دعم الشرعية من ناحية أخرى. بينما تهدف زيارة الرئيس لتوسيع التحالف الدولي الداعم للسلطة الشرعية، كون تركيا تمثل حليفا مهما وداعما أساسيا للشرعية في البلاد. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مرة أخرى أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الناشط والمحلل السياسي مطهر الصفاري، وعبر الاسكايب الدكتور فيصل علي المحلل السياسي أيضا، وعبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي غمدان اليوسفي. أتوجه بالسؤال الأول إلى مطهر ضيفي في الاستوديو، لو قرأنا لهذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الربه لتركيا، في أي إطار أو في أي سياق تأتي هذه الزيارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء يجب علينا أن ندين الحادث الإجرامي الذي وقع اليوم في العاصمة أنقرة وراح ضحية العشرات من الأتراك، وهو في إطار مسلسل الاستهداف لتركيا الناتج عن مواقفها المتضامنة مع أمتنا العربية والتي تحاول أن ترسخ
أمنها القومي في محيطها، بالإضافة إلى التواصل التاريخي الحاصل مع الشعوب. نعم. تأتي زيارة الرئيس هادي في إطارها السياسي هي في البدء تأكيدا لشرعية الرئيس هادي ورفضا للانقلاب الذي حدث، وتأكيدا للمواقف التركية الداعمة والمساندة للشعب اليمني شرعيته الممتدة منذ القرون الماضية أثناء التواجد التركي في اليمن، والذي جنب اليمن التدخل البرتغالي أو الاحتلال البرتغالي إن صح التعبير، أكيد إن صح التعبير. بالإضافة إلى أن تركيا وقفت مع ثورة الشباب في 2011 واستقبلت الكثير من الجرحى، وهي ما زالت كما ذكر الرئيس رجب طيب أردوغان تأكيد موقف تركيا على الدعم لليمن وحرصها الشديد على تطبيق قرار مجلس الأمن 22/16 القاضي بنزع أسلحة الميليشيات والانسحاب من المدن وإعادة الشرعية وإعادة كل ما نهب من مؤسسات الدولة. نعم مطهر، دعني أتوجه مباشرة بسؤال إلى ضيفي عبر الإسكايب الدكتور فيصل. دكتور فيصل، كيف تقرأ لزيارة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى تركيا في هذا التوقيت بالذات؟ أهلا وسهلا فيكم. كما ذكر صديقي العزيز في الاستوديو، ندين الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم في أنقرة وحادث آخر وقع في عدن، ندين كل حوادث الإرهاب المفتعل في المنطقة لإثارة المزيد من الصراعات الطائفية التي تدعمها إيران ومن يقفون خلف إيران. زيارة الرئيس هادي تأتي في توقيت مهم ولها دلالتها السياسية على مسرح الأحداث اليوم، ويعني اليمن داخلة في قلب الصراع الدولي في المنطقة. تركيا ليست بعيدة عن هذا الصراع. تركيا اليوم تمثل رقما صعبا في المعادلة الإسلامية ومعادلة الشرق الأوسط الجديد. زيارة الرئيس هادي تأتي لقلب الدعم الحقيقي للقضية اليمنية، وتركيا من يعني موقفها مع الشعوب العربية ومع التحالف القائم الآن لاسترداد الدولة في اليمن. والزيارة تأتي كاستحقاق للحظة الحالية، لكن دعونا نقول أن هذه الزيارة يعني أتت متأخرة في ظل هذه الظروف وهو سبب تأخيرها، لكن هناك علاقات تاريخية تجمع بين البلدين الشقيقين. ما هو السبب الذي يعود إلى تأخر مثل هذه الزيارة؟ ربما الأوضاع المسيطرة في الساحة اليمنية سبب لهذا التأخير. الانقلاب سبب كبير، التحضير للانقلاب مبكرا على الرئيس هادي كان له سبب في تأخره عن الخروج إلى الإطار الدولي. نعم. دعونا نذكر شيئا مهما في هذه العجالة. تفضل. تركيا سنة 1918 عندما غادر قبل أن تغادر اليمن سلمت السلطة للشيعة الجارودية المسمين بالزيدية الهدوية في تلك الفترة، وهم أقلية في اليمن. هذا التسليم لمن سلمت؟ لمن سلمت؟ نعم، لمن سلمت؟ سلمت السلطة في اليمن في الجمهورية العربية اليمنية أو في ما كانت تسمى المملكة المتوكلية اليمنية، وهي كل المساحة الموجودة في إطار الجمهورية العربية اليمنية. نعم. سلمتها للزيدية الجارودية وهي أقلية، أقلية في وسط سني كبير. كانت هذه من أخطاء الأتراك يتحملون نتائج ما جرت في اليمن. نعم. من 1918 إلى 62 يتحملون مسؤولية كاملة، مسؤولية تاريخية، المسؤولية لا تسقط بتقادم. تركيا اليوم عادت إلى المنطقة، عادت إلى الشرق الأوسط الجديد، عليها أن تراجع ملفاتها القديمة، لأن كل هذه الملفات ما زالت عالقة إلى اليوم بعد مرور كل هذه السنوات، إلا أنه لابد من المراجعة. نعم. ومن بين هذه الملفات أيضا القرار الأممي 2216. أتوجه بهذا السؤال مباشرة إلى ضيفي عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي غمدان. غمدان، هل توجد صلة بين هذه الزيارة وبين دعم وتحشيد الرأي العام وأيضا القوى أو الدول المجاورة
لإسناد القرار الأممي 2216؟ بالتأكيد أن اليمن تعاني ربما من التغيير السياسي الذي طرح القضية بشكل منطقي، خصوصا في دول ما بعد ما بعد الخارطة العربية. هذه ربما الزيارة الأولى للرئيس عبد الرب المنصور، هذه التي طرح فيها في أمام حشد المتحدثين ما يدور في اليمن بشكل واضح وحقيقي، وطرح معلومات مهمه لم تنشر للراي العام غير العربي في فتره الصراع الذي بدا منذ. هل لديك هذه المعلومات رمضان؟ ما يتعلق بعلاقات حزب الله مع الحوثيين والمعتقلين الحوثيين وسفن الاسلحه وما الى ذلك، هذه ربما الصوره التي ربما نعرفها نحن من خلال الاعلام اليمني او العربي المكرر في هذه المرحله، لكن حتى حتى ليس لا اقول على العربي بشكل كامل، ولكن على الاقل الاعلام الخليجي ندرك هذه المسائل. لكن اذا تحدثت مع اي صحفي في اوروبا، في الولايات المتحده، في هو لديه هذا التصور المنقوص من خلال من خلال المنشورات التي تظهر في منظمات يعمل كثير من انصار هذه الطائفه فيها، وهي الصوره الوحيده التي تنقل بان المملكه العربيه السعوديه تحارب اليمنيين، واليمنيين عزل عن السلاح وما الى ذلك، ولا ينقل لهم الصوره الحقيقيه ان هناك جماعه مسلحه استولت على السلطه بقوه السلاح ثم حاصرت المدن وقتلت وقتلت المدنيين بدم بارد. كل هذه الصوره لا تنقل بشكل واضح وبشكل يغير مجرى السياسه. نعم عبدان، هل هناك تخوفات على القرار 2216 وتحولات في المواقف السياسيه، لذلك تحرك عبد الرب منصور هادي لحشد المواقف مره اخرى؟ اذا نظرنا على الاقل الى التاريخ القريب للامم المتحده، لا يوجد هناك اساسا قرار اممي تم تعديله من قبل مجلس الامن. هذه المسائل اعتقد انها باتت محسومه، لان القرار اساسا هو ليس للمداوله وليس لطرح افكار يتم تداولها والقبول بها او الرفض. في النهايه المجتمع الدولي يتعامل مع يريد ان توجد دولات، دولة هذه كانت موجوده الى ما قبل 21 سبتمبر 2019 وجاءت الملكيه ودمرت الدوله. ببساطه المشهد مكتمل لدى العالم، لكن هناك ضغوط فيما يتعلق بالمسائل الانسانيه، هناك ضغوط فيما يتعلق بتشويه الصوره انه يوجد فقط حرب من طرف واحد على دولة ضعيفة. هذه الصورة التي لم تشملها ما تقوم به إيران في المنطقة، ما تقوم به إيران في اليمن تحديدا، هذه الصورة يجب أن تتضح من خلال زيارات مثل هذه رئيس الجمهورية، من خلال زيارات لوزير الخارجية، من خلال تفعيل العمل الدبلوماسي في أوروبا وغيرها. نحن نلاحظ هناك قصور في هذا الموضوع، وهناك أيضا تأخر في مسألة التحرك. حتى هذه اللحظة لم نشهد أي تغيير دبلوماسي، هذا البطء ربما هو سبب رداءة التحرك للأمام في مسألة العجلة السياسية أو حتى العسكرية أو حتى وما إلى ذلك من الملفات. نعم غمدان، دعني أتوجه مباشرة إلى ضيفي عبر الأستوديو في الأستوديو مطهر. مطهر، لعل هذه الزيارة فتحت الباب أمام كثير من التوقعات وكثير من الحديث عن ما الذي تستطيع تركيا أن تقدمه لليمن وللشرعية بشكل عام؟ بشكل عام الموقف التركي مهم جدا، هو الموقف الاول او الزياره الاولى للرئيس عبد الرب خارج اطار الجزيره العربيه او دول مجلس التعاون الخليجي. تركيا بامكاناتها الكثير باعتبارها انها هي همزه الوصل كما يقال بين الشرق والغرب، خصوصا ان موضوع اليمن الان دخل في اطار التنافس والصراع الاقليمي بين السعوديه ايران، بالاضافه الى تركيا التي ترى ان امنها القومي توسع. هي ايران الان تهدد روسيا تركيا في سوريا، في المقابل تشعر تركيا ان لو استقر الحال ايران في اليمن ان نفوذها بيكون اكثر تهديدا لها، خصوصا ساحه اللعب تضيق على تركيا. نعم، خصوصا ان الدول كلما
ارتفع مستوى دخلها القومي او ازداد مستوى الاقتصادي وتوسع النفوذ السياسي، وبالتالي يزداد مفهومها للامن القومي. يعني الدول الضعيفه يكون امنها القومي في حدود خارطتها الجغرافيه فقط، بينما اي دوله تلعب دور اقليمي تسعى على الاقل الى تامين المضايق والمياه الاقليميه حولها، بالاضافه الى الاجواء الجويه اليها. لكن نحن نعرف عن تركيا قديما بانها تحاول ان تنطوي على نفسها سياسيا ولا تحاول ان تتدخل في الصراعات الاقليميه، وايضا في كما ذكرت انت في ملفات ساخنه داخل الشرق الاوسط. هي تركيا في الماضي كانت تتدخل كامتداد للعثمانيين، جاءت فترة الجمهورية التركية اللي استطاعت ترك أن يحافظ على شكل الدولة في حدودها الجغرافية المعروفة الآن. جاءت فترة حزب العدالة والتنمية تلتها، بنى رئيس الوزراء الحالي البروفيسور أحمد داود أوغلو سياسة تركيا تحت مسمى تصفير الأزمات. في فترة من الفترات أدت هذه السياسة نتائج إيجابية كبيرة جدا، واستطاعت أن تفتح آفاق لتركيا على المستوى الاقتصادي والسياسي. بعدما تجاوزت مرحلة الركود والإنعاش المحلي للاقتصاد، أرادت تركيا أن تلعب دور ما يتناسب مع مرحلتها الجديدة ومقوماتها التاريخية والجيوستراتيجية في إطار الجغرافي والعلاقاتها المتشابكة. هنا يبدأ مسألة التدافع والصراع الإقليمي والدولي. لاحظ الآن تركيا تحارب في أكثر من جهة، سواء على حدودها في سوريا، على جبهتها في إطار الأكراد، في أكثر من جهة في اليمن، في غيرها. فتركيا تشعر الآن أنها مستهدفة، وهي مجبرة إلى التحالف أو يعني الانضمام إلى محاولة محاصرة النفوذ الإيراني، بالإضافة إلى وضع أو ضبط الدور الروسي في المنطقة المتدخل في سوريا وفي غيره، وتحاول تدفع بأكثر من ما أوتيت من علاقات دبلوماسية مع الجانب حلف الناتو. هناك ملفات كثيرة نعم تتعلق بالأمن القومي الروسي. في إحدى هذه الملفات وهو الدور التركي في إحدى هذه الملفات وهو الدور التركي في المنطقة تحدث. دعني أتوجه بهذا السؤال إلى الدكتور فيصل. دكتور فيصل، قال الرئيس عبد الرب منصور هادي في لقائه مع أردوغان بأن الدور التركي محوري في الملف اليمني، ماذا كان يقصد؟ علينا العودة إلى شكل الدولتين في اليمن وتركيا، هما دولتان بحريتان تتحكمان في مضايق عالمية. الرئيس عبد الرب هادي يقصد ان هناك بين الدول البحريه في علم الجيوبوليتيك هناك علاقات يجب ان تكون قائمه مبنيه على الممرات المائيه، مبنيه على العلاقات الاقتصاديه التي ممكن ان تتوفر والفرص التي ممكن ان تستغل مستقبلا اذا كانت هناك علاقات حقيقيه قائمه على 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 التكافؤ والتبادل التجاري وغيرها من العلاقات. ايضا السياسه تتبع الاقتصاد كما هو معروف او العكس، كما يدل تصريح الرئيس هادي على ان هناك تفكير تركي يمني بإقامة مثل هذه العلاقات التي تتطلبها الدولتان في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ هذه الأمة. نعم دكتور فيصل، كما ذكر ضيفي في الاستوديو بأن هناك تنافس إقليمي على اليمن، لعل ما حاول الرئيس عبد الرحمن منصور هادي أن يلمح حول الدور المحوري التركي، كيف تستطيع أن تلعب تركيا دورا محوريا في المنطقة فيما يخص الملف اليمني؟ تركيا هي المعادل الموضوعي في المنطقه في الشرق الاوسط. نعم تركيا قويه يدعم دول وشعوب المنطقه. التاريخ التركي العربي نعم بهذه العلاقات 100 سنه الاتراك والعرب شكلوا كان من اعظم امبراطوريات العالم. نعم. بعد ان وصل يبدو ان هناك مشكله حقيقه دكتور فيصل في مرحله صوتك لا يصل بوضوح. نعم ارجو ان تبقوا معي ضيوفي الاكارم، نذهب في فاصل قصير وبعدها نعود في هذه المرحله بحاجه الى دكتور فيصل ابقى معنا.